كوكب أبجد. كوكب الأرقام والحروف. هيا 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 نغني سويا صبحا وعشيا. هيا يا أطفال عن يوم جميل وهواء عليل وهم ثقيل ننساه في الحال. أغاني للصغار تحكي عنا وتعبر عن أحلامنا. أغاني للصغار لأطفال الحي للمدرسة وكل بنت وصبي. أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني بالصوت والصورة ومثل الأسطورة كل شيء جاهز ابدأ التصوير. سنمثل ونغني ونذيع الأغاني وكلنا أماني وقلبنا منير. أغاني للصغار تحكي عنا وتعبر عن أحلامنا. أغاني للصغار لأطفال الحي للمدرسة وكل بنت وصبي. أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني. نحن مستعدون ونحن في الانتظار. بقي 5 ثواني. 4 3 2 ابدأ. أهلا وسهلا بكم في برنامج أغاني الصغار، البرنامج الذي يحقق لكم المتعة والفائدة والتسلية. في كل أسبوع نعرض أغانينا الخاصة ضمن سباق. سنبدأ اليوم بأغنية فيها المتعة والفائدة وقد صورت في البحر. عمري في البحر أقضيه أحاور الأمواج. يا للروعة روعة الأمواج. حبي للبحر هو كل ما أحتاج. أهوى الأجواء كما هي تماما سواء صيفا أو شتاء. أنا بحار لا أخشى الرياح. تمضي الساعات كما تمضي اللحظات. يا للروعة روعة الأمواج. تتلاطم ترقص للهواء. ألقى أناسا يمارسون نشاطا مثل التزلج أو الغوص. كي تستمتع أدرك نفسك للأجواء. صحيح أنك ستلعب في فريق كرة القدم؟ نعم، المدرب رشحني لذلك، أليس جيدا؟ ابدأي. سنعود بعد الوقفة الأولى للإعلان. ما زالت هناك 7 أغاني في الانتظار. أغاني. والآن ابدأي. أهلا بكم مجددا في أغاني الصغار. سنتابع السباق وعروضا للحيوانات وهي الأفضل في رأيي على الأقل. هذه الأغنية يرددها الصغار كثيراً، فلنستمع معاً. في هناك كل فيل ألف وحل طويل هائل في حج.
بحجمه ويحمل الوزن الثقيل، لا يبالي بالتعب بخفة ضمد خطاه. ما أبدع خلق الله بطول أرجل الجمل، تراه يمشي في عجل، والنعامة عنقها طويلة بها تطل، والأجساد في عمل مقدر لها مدى. ما أبدع خلق الله. كل مخلوق نراه يختلف عمن سواه، هذا يسكن الجبل وذاك يسكن المياه، هذا جلده خشن وذاك بالشعر كساه. ما أبدع خلق الله. كريس يمكن أن يتركنا؟ لا أدري، فهو يحب الكرة. 3 ثواني لنهاية الأغنية، فليستعد الجميع. والآن ابدأي. المرتبة 6 وأغنية السيارة. لنشاهد معا السيارة القديمة جدا التي تنزه بها أفراد الفريق، تذكرين؟ أذكر، شاركونا في المرح. السيارة الحمراء، السيارة الحمراء، السيارة الحمراء فيها كم يحلو الغناء، تلك السيارة المكشوفة غطاؤها هو السماء. أقفل بابك ضع الحزام، هيا هيا ضع الحزام، أقفل بابك ضع الحزام، ولنتجول في الأحياء. صوت يعلو بروم بروم، احذر ماذا بروم بروم، هذا محركها الهادر، لا تتكبد أي عناء. أحلى سيارة حمراء قد تلمحها في الأرجاء، تنقلنا إلى الحديقة، أحلى سيارة حمراء. هنا لدينا على المقود مزمار هو الأجود، صوت السيارة الحمراء أوصلتنا حيث نريد، فتحنا الباب من جديد، نزلنا ونحن نغني لحنا خلابا فريد. تلك السيارة الحمراء، تلك السيارة الحمراء، فاقت كل السيارات، السيارة الحمراء. تلك السيارة الحمراء، تلك السيارة الحمراء، فاقت كل السيارات، السيارة الحمراء. هل ستوفق ما بين التمرين والبرنامج؟ لا أظن ذلك، فالأوقات ليست على مزاجي، ثم إن وقت البرنامج يتعارض ووقت التمرين. سوف نفتقدك. هذا لطف منك، سنعود قبل أن تغير تريسكي رأيها. إن تركت تريس البرنامج، فما رأيك في أن أحل محله؟ هل سبق أن قدمت في أي برنامج؟ لا، لكنني سأتعلم. اصمتا، أغنية المرتبة 5 مهداة إلى كل محبي الطيران. تخيل نفسك تقود طائرة في السماء الزرقاء بين الغيوم. Yes.
تود، لقد شاركت في كثير من الأغاني. إذا غادرنا كريست فعليك أن تفكر في أنا بديلا. سأفكر في الأمر يا روبي. استعداد جوليان، ارفع الكاميرا قليلا وخذي اللقطة. نعم، 3 2 ابدأي. أغنية المرتبة الرابعة هي الأكثر شعبية، الوثب على الحبل. راقبوهم كيف يتحركون. هيا نمرح جاء الصيف، سنغني أهلا بالضيف، نلهو نلعب ها قد عاد، غنوا يا أولاد. هيا نمرح جاء الصيف، سنغني أهلا بالضيف، نلهو نلعب ها قد عاد، غنوا يا أولاد. إني أحسن نط الحبل، راقبني ولتفعل مثلي. إني أحسن نط الحبل، حاول وستعتاد. هيا نمرح جاء الصيف، سنغني أهلا بالضيف، نلهو نلعب ها قد عاد، غنوا يا أولاد. أنا أسرع في نط الحبل، راقبني ولتفعل مثلي. أنا أسرع في نط الحبل، حاول وستعتاد. هيا نمرح جاء الصيف، سنغني أهلا بالضيف، نلهو نلعب. سنعود بعد قليل. سنعود بعد قليل. عدنا. هيلاري، لما لن نكون فتاتين في تقديم البرنامج؟ تقصدين أنا وأنت؟ لا، بل أنا وتريسكين طبعا. لا أظن أنها فكرة صعبة. ما هذا؟ التزم الصمت ممكن؟ والآن ابدأي. الآن سوف نرقص. نرقص؟ هذا برنامج غناء. ولم لا؟ هذه حكاية الرحالة المسافر. هذه حكاية الرحالة المسافر، قد قضى حياته في التجوال الطويل، وفي وقت الغروب يشعل حطبا يابس ويغني بشوق للموطن الجميل. موطني عسكري، عنك لن تغنيني، أنت تبقى موطني البديع والمثير. يشرب قرب النهر، تقرر الرحالة التقاطه هناك.
البرنامج إذا ترك كريس. شكرا لك يا عزيزي. جوليان، خذي اللقطة ببطء. حاضر، وإذا رغبت فسأقدم البرنامج بدل كريس. شكرا لك جوليان، والآن ابدأ. أغنية المرتبة الثانية تظهر لنا تدريبات عالية للكلب، فلنتابع معا أغنية عن الكلب وهي بعنوان بينجو. شريط الإعلام. حسنا. أغاني للصغار، أغاني. كريس، إذا أردت ترك العمل فعليك أن تطلب إلى تود أن يختار مقدما آخر. أعرف، لكنه قرار صعب علي، أريد كليهما. سنعود بعد 5. تود، ما رأيك في مذيعا؟ أستطيع أن أتولى العمل. شكرا سكوت، والآن ابدأ تريسكن. أغنيتنا الأولى في السباق اليوم هي عن لعبة البيسبول، ولنستمع إلى أغنية المرتبة الأولى لليوم. تنازل عن أحلامي، إيماني يقوي
ينتهي لقاء اليوم. نشكر متابعتكم. سنلتقي في الأسبوع القادم في برنامجنا لنعرض لكم الأغاني المنوعة. انتظرونا لتستمتعوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أود أن أعلن لكم شيئا، فقد وجدت المقدمة الجديد وأنا سعيد جدا. أنا. هو أنت؟ أجل أنا. حسناً حسناً، سأنضم إلى فريق كرة القدم السنة المقبلة، لن أغادر. لتختصر التحية. هيا 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 نغني سوية صبحاً وعشية. هيا يا أطفال عن يوم جميل وهواء عليل وهم ثقيل ننساه في الحال. أغاني للصغار تحكي عنا وتعبر عن أحلامنا. أغاني للصغار لأطفال الحي للمدرسة وكل بنت وصبي. أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني بالصوت والصورة ومثل الأسطورة كل شيء جاهز إبداء التصوير. سنمثل ونغني ونذيع الأغاني وكلنا أماني وقلبنا منير. أغاني للصغار تحكي عنا وتعبر عن أحلامنا. أغاني للصغار لأطفال الحي للمدرسة وكل بنت وصبي. أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني للصغار أغاني. انتهت رحلتنا في كوكب أبجد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.